ينضم إلينا الآن زميل محمد بهاء مراسل أكسترا نيوز في بث مباشر لعرض أهم ما تناولته الوكالات العربية والدولية. بهاء طبعا محمد أهلا بحضرتك واتفضل الكلمة إليك. تحياتي لك إيمان وتحياتي بالطبع للسادة مشاهدي أكسترا نيوز في هذه الجولة الصباحية لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات الدولية والعربية. والبداية مشاهدينا الكرام مع وكالة الأنباء السورية المعروفة اختصارا باسم سنة والتي تناولت هذا الخبر بعنوان: الجيش السوري يدمر طائرة مسيرة معادية في منطقة عقربة جنوب دمشق. وجاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام: دمرت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منطقة عقربة بريف دمشق الجنوبية. وتصدت وسائط دفاع الجيش السوري خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع بمناطق مختلفة في سوريا، والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش. ومن وكالة الأنباء السورية إلى وكالة الأنباء الجزائرية والتي أوردت هذا الخبر بعنوان: قائد صالح يؤكد حرص الجيش على القيام بواجبه حيال الوطن والشعب. أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح أكد تمسك الجيش وحرصه على القيام بواجبه حيال الوطن والشعب وفقا للمهام المخولة له دستوريا، مضيفا أنه على قناعة تامة بأن الجيش الجزائري الذي يقدس وطنه ويدرك حجم التحديات التي تواجه الجزائر ستكون له اليد الطولى والكلمة الأخيرة في حسم نتائج هذه التحديات لصالح الجزائر. وإلى وكالة الأنباء السعودية والمعروفة اختصارا باسم مؤس والتي أوردت هذا الخبر: الرئيس الفلسطيني يلتقي رئيسة وزراء النرويج. وجاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام: التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أطلع سولبرغ على تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية في انتهاك واضح صريح للمواثيق والمعاهدات الدولية. ومن وكالة الأنباء السعودية إلى وكالة رويترز للأنباء والتي أوردت هذا الخبر مشاهدينا الكرام: أمريكا تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تسمح لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وإلى وكالة الأنباء الفرنسية المعروفة اختصارا باسم فرانس بريس والتي أوردت هذا الخبر مشاهدينا الكرام. واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين بتهمة المساس بالأمن القومي. أعلنت الولايات المتحدة الخميس طرد دبلوماسيين كوبيين يعملان في الأمم المتحدة لاتهامهما بالقيام بنشاطات تمس الأمن القومي الأمريكي في خطوة نددت بها هافانا ووصفتها بأنها غير مبررة. وعلى تويتر قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغز، قالت: طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة كان منخرطين في أنشطة تقوض الأمن القومي الأمريكي أن يغادر الولايات المتحدة، وذلك في وقت تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها. إلى وكالة الأنباء الروسية المعروفة اختصارا باسم سبوتنيك والتي أوردت هذا الخبر مشاهدينا الكرام. روسيا تقوم برحلات مراقبة فوق الأراضي الأمريكية. تقوم بعثة من المفتشين الروس برحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية في الفترة من 22 إلى 30 من سبتمبر الحالي بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة. وأفادت الصحيفة التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أفادت في بيان أنه بموجب تنفيذ اتفاقية الأجواء المفتوحة تخطط روسيا للقيام برحلات مراقبة على متن طائرة المراقبة الروسية فوق الأراضي الأمريكية. وإلى وكالة أنباء كوريا الجنوبية والمعروفة اختصارا باسم وكالة يونهاب والتي أوردت هذا الخبر مشاهدينا الكرام. مون وترامب يناقشان التعاون في عملية التفكيك النووي في القمة المقبلة، وجاء في متن هذا الخبر: يأمل الرئيس الكوري الجنوبي مون جي أن في التركيز على كيفية الدفع بعملية السلام في قمته المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تستأنف المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن في وقت قريب. وسيعقد مون وترامب قمتهما التاسعة يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لتشوي جونغ كونغ المعاون الرئاسي لتخطيط السلام. وأضاف المسؤول أن وقت ومكان القمة المحددين سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق عقب التنسيق مع البيت الأبيض. وإلى آخر أخبار جولتنا الصباحية مشاهدين الكرام، وخبر أوردته وكالة الأنباء الصينية المعروفة اختصارا باسم وكالة شنخوا: مجلس الأمن يفشل في تبني قرارين بشأن وقف إطلاق النار في إدلب. وجاء في متن هذا الخبر: أجرى مجلس الأمن اقتراعا على مشروعي قرارين متنافسين بشأن وقف إطلاق النار في إدلب السورية، لكنه فشل في تبني أي منهما. وصوت المجلس في البداية على النص الذي صاغته كل من بلجيكا وألمانيا والكويت، وحظي مشروع القرار باثنى عشر صوتا إيجابيا، ولكن لم يتبناه المجلس بسبب تصويت روسيا والصين بلا، حيث تتمتعان بحق النقد فيتو.
ويحتاج تمرير مسودة القرار إلى 9 أصوات إيجابية على الأقل شريطة عدم وجود أصوات سلبية من الدول الأعضاء الخمس الدائمة، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات العربية والدولية. أشكركم على كرم المتابعة، ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى إلى الزميلة إيمان الحويزي في استوديو إكسترا نيوز. أرجوكم ابقوا معنا.